دبور قيادة شرطة محافظة بابل، دخل أبناء التيار الصدري ساحة الاعتصام حاملين ورودا وأعلاما عراقية لمنع وقوع الفتنة بين أبناء المحافظة وتعبيرا عن سلبيتهم. في خطوة لدرء الفتنة دخل أبناء التيار الصدري لساحة الاعتصام في بابل حاملين الأعلام والورود بحضور قيادة شرطة المحافظة لتفويت الفرصة على من يحاول إثارة الفتن بين أبناء المدينة. بعد ما حصل بالمحافظات الأخرى من مشاكل بين الأخوة في التيار الصدري والمتظاهرين، دابت قيادة شرطة بابل على أن تهيئ كل الأمور اللي تمنع أي نوع من أنواع الاحتكاك وأنواع التضاد بين الأخوة المتظاهرين وأبناء التيار الصدري. حققنا المطلوب من هذه المظاهرة وهذا الموضوع بصدد الحفاظ على سلمية التظاهرات أولا، وأن تكون هي عنوان للوحدة وعنوان للوطنية وعنوان للتآخي. المتظاهرون على اختلاف آرائهم أكدوا أنهم سلميون حتى تحقيق المطالب، ولن تفرقهم الأجندات الرامية لجر البلاد للاقتتال الداخلي. جميع الأخوان المتظاهرين السلميين مرحب بهم، ما عندنا فرق بين تيار صدري أو غير انتماء أو جهة، وجهات النظر أو اختلاف وجهات النظر لا يؤدي بالنتيجة للاختلاف، لكن حصل بعض الأخطاء، أكو مدسين، بعض الخيم مشخصين، طبعا مشخصيهم القوات الأمنية شخصتهم والمتظاهرين السلميين شخصوهم. أتباع التيار الصدري مرحب بهم، سلميين دخلوا وخرجوا بكل هدوء، ما صار أي احتكاك، ما صار أي إشكال، وإحنا نبقى من الأول للأخير سلمية. أي شخص يجي هنا سلمي شعار العراق أولا ويحمل علم العراق نخليه على رأسنا. المتظاهرون في بابل أشاروا إلى استمرار اعتصامهم حتى تحقيق كل ما يصبو إليه الشباب العراقي من إصلاح على كافة الأصعدة. من محافظة بابل، علي فليفل، الرشيد.